يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، استدل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن بقوله سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فما وجه الدلالة على دخول الجن في هذه الآية؟ قل يا أيها الناس، هذا خطاب للناس بني آدم، والجن تبع لهم، الجن تبع لهم. والذي يدل صراحة على دخول الجن في عموم الرسالة هو ما قرأتم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، بقوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. هذا دليل على أن الرسول مبعوث إليهم، أنهم آمنوا به وأمروا جماعتهم أن يؤمنوا به، هذا دليل على أنه مبعوث إليهم، كما أنه مبعوث إلى الإنس. نعم.